هل يجوز العزل واذا دعت الحاجه الى ذلك؟ هل الاهون استعمال حبوب من الحمل او العزل؟ يجوز العزل وتركه افضل، واذا دعت الحاجه فلا باس. ويجوز الحبوب والحمل اذا دعت لها الحاجه، مثل المراه تحمل هذا على هذا بسرعه او يضرها الحمل فيحب ان يجعل بينهما وقتا لعلها تسبب الاضرار. اذا دعت لها الحاجه، دعت لها الحاجه على اشراف الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا باس. والعزل كونه جامع ثم عند احساسه بخروج المني يقتل ذكره او في المني من خارج لئلا تحمل، اذا دعت الحاجه الى ذلك فلا باس. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقران ينزل، ولو كان شيئا ينهى العزل لنهى القران. في لفظ اخر: وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.